فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا تزوجت المرأة المسلمة برجل كافر وهي تعلم ذلك، فهل تكفر بهذا الفعل؟ تكفر؟ نعم. لا ما تكفر، بس ما يصح العقد، العقد غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة إلا إذا قالت هذا حلال، إذا استحلت زواج المسلمة من كافر قالت حلال تكفر بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.